بما يريد. لقد نادى، لقد نادى يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. من الذي ينقذ يونس من بطن حوت في أعماق البحار؟ إنه الله. فاستجبنا له فنجيناه من ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فكم من مكروب كشف الله كربا، كم من مكروب كشف الله كربا، كم من مريض أذهب الله مرضا، كم من فتاة تأخر زواجها فيسر الله أمرها وبدلها بزوج صالح كريم، كم من شخص أصيب بفقر فأقال الله عسرته وأغناه الله من فضله. فاجتهد يا عبد الله في الدعاء ولا تيأس من رحمة الله. يا من لك غائب، يا من لك سجين، لا تيأس من رحمة الله، فالله كل يوم هو في شأن، ومن شأنه أن يرد غائبا أو يفك عانيا أو يعافي مريضا أو يوسع على فقير. فعال لما يريد، له الخلق وله الأمر، يقلب الليل والنهار، يبتلي ويعافي سبحانه. فاجتهدوا جميعا في دعاء ربكم، وأقبلوا عليه متواضعين له، معتصمين به، ممتثلين أمره، مقيمين شرعه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا.